فاجأنا ياسر عرفات بأنه لم يفاجئنا، كأن تطابقا بين الشخص المريض والنص قد حدد مسبقا صورة النهاية، وحرم البطل التراجيدي من إضفاء خصوصيته على القدر. فلا معجزة هذه المرة ولا مفاجأة، منذ أصبحت التراجيديا المصورة في مسلسل تلفزيوني طويل، يومية ومألوفة وعادية. هو ياسر عرفات من استطاع أن يروض التناقض في المنافي بمزيج من البراغماتية والدين والغيبيات، وتحول بديناميكيته الخارقة بين الشخص والعام وعبادة العمل من قائد إلى رمز شديد اللمعان. لم يكن يوم 11 من تشرين الثاني عام 2004 يوما عاديا، بل كان شاحبا بكل ما تشهده الدلالات وتعبر عنه المعاني، وملبدا بالغيوم السوداء، فقد كان يحمل معه خبر استشهاد القائد الرئيس والأب الحنون الذي نجا من الموت بأعجوبة ألف ألف مرة. في رحيله بكاه المواطنون واللاجئون في فياف الأرض، وبدت الصدمة عليهم كبيرة جدا إثر تبليغهم نبأ استشهاد قائدهم التاريخي ومفجر ثورتهم المعاصرة. سنوات طويلة مرت على الكفاح لرمز النضال الفلسطيني ياسر عرفات الخالدة ذكراه، امتلأت بها حياته بالنضالات والنجاحات والتحديات، وبرزت خلالها أهم المحطات التي أثرت في مسار القضية الفلسطينية، كيف لا وهو صاحب خطاب غصن الزيتون وبطل الصمود في بيروت. عاش حياته وهو يقاتل من أجل قضية حق وعدل، واستشهد وهو يصارع المرض، فغاب القائد والأب، فقده الكبير والصغير، وغاب مشهد تقبيل الرئيس لأيادي الأطفال والجرحى والشيوخ. كان حلمه أن يدفن في القدس العاصمة الأبدية، لكن الاحتلال وكعادته طارد ياسر عرفات حتى في مماته، فحرم رفاته من الراحة في تراب القدس وثراها. وفي الذكرى السنوية لاستشهاده تقول له الأجيال: وداعا يا أبا عمار، وسلم على شهداء الثورة.